مين ده أسامة؟ ده قانون ابن حتتنا اللي طمع في الموز قبل ما تسافر، فاكره؟ اه اللي انت ضربته على قفاه. ايوه فاكر ما ضربتك على قفاك ياض؟ مش فاكر غير موضوع الموز بس. لا يا عم بعديها ضربك على قفاه بس الحمد لله ان هو ناسي. صاحبي وصل بالسلامة يا رجالة. الله يخليك. ازيك يا زينة؟ الف الف الحمد لله على السلامه يا جاد، نورت حتتك. ازيك يا زينة؟ الحمد لله. ايه طب استاذن انا عشان بس سايب الدواء لوحده. زينة عايزك. ها عم شامبر حبيبك. عم شامبر طلع ادولي. الراجل تعبان. الراجل تعبان. الحمد لله بالسلامة. ما تخافش، ده جدي زرجينة. وجدك زرجينة ايه اللي ما عاد عند امي؟ بيصلح غلطته. الحمد لله على السلامة يا بهوات. وهبتها عشان اتكل. ايه وهبتك دي؟ انت كنت مركب بهايم. قلت له ياض. بهايم. كامل يا صاحبي. بقول لك ناظر. قص. ادفع انت عشان معيش مصاري مصري. هات افك لك. ايه ده هنتاجر في العملة في الشارع. مصاري. النور. دلع نفسك. ايه ده؟ بريزة صغيرة؟ ليه؟ راكبين ميكروباص؟ انا عايز بريزه كبيره. ايه البريزه الكبيره دي يا اسامه؟ عمله جديده؟ ما تقلقش يا واد، هياخد ال 10 جنيه وهيتضرب بالجزمه على قفاه. انا هقدر اضرب بالجزمه على قفاه. انا عايز 100 جنيه يا واد. اديله 140 جنيه. 140 اشتري حياتي، هتعمل لطش دلوقتي. مش كفايه اني بديت مشوارك على مشوار التناجه؟ هي دي الرجوله وجدعانه قنونه. هي دي الضياعه. تفتح مطبخ في وش بتاعتك. ماشي ولا كده؟ عار. خد التلاجه دي طلعها لخد الموجات. يا ولاد الحرامية، يا ولاد الكبيرة، يا معلوم، يا ولاد الحرامية، كراسي يا نون. التلاجة دي بتاعت مين يالا؟ بتاعت العيال الفندية دول يا باشا. ما تقولش عيال يا صايع. ولا حيالا أنا قايلاله. التلاجة دي بتاعتك؟ بص حضرتك انا لسه جاي من السفر ومعايا الشنطة دي وكرتونة تانية يعني. يا باشا بقاله 5 سنين في الخليج، مستطر عليه تلاجة. يا فندم من حيث التلاجة بتاعت صاحبي ومن حيث قانون اعتبره بتاع حضرتك من دلوقتي. بص يا اخويا انا لا ليا دعوة بحيث ولا غير حيث وبيس، انا ليا دعوة بالواد ده والعربية دي. فاهم يالا؟ يالا؟ ايه يا باشا الاسلوب ده؟ المفروض حضرتك ما تحطش البيت كله في سلة واحدة. سيادتك احنا خارجين تربية موسيقية يعني شباب جامعي. من حيث العربية فهي مسروقة يا باشا. هاتوه. ومن حيث التلاجة فدي أمانة عندكم. يلا يا عشوائي يا وغل. يلا امشي عشان تفتح عليها مروة. قول وراها يا ياض. بالسلامة باشا. منور يا حاج أسامة. الله يبارك فيك، ده بيتي. طلباتك. شوف يا جدع فندي، احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ليه بس كده يا حاج أسامة؟ البنت رايدة الولد ومتعلقة بيه. خلاص وافقوا على شروطنا ورجلك فوق قفاك انت وقرايبك نفر. ده عشمنا برضو يا حاج أسامة. اولا يا سيدي إقامة العروسين في شقة جدي. حلو، وفرنا يا سيدي. وإقامتي انا شخصيا معاك في شقتك. اللي وفرناه صرفناه. ثانيا مهر جدي زرجينا في مجموعة شركات قعدوا يقدروه طلع 500 دينار كويتي. ايه 500 دينار؟ ليه؟ هو جدك بنت بنوت؟ شكلك مش ناوي على خير يا زفت فند انت. يا ولد يا زرجينا يلا نمشي. استنى بس يا حاج أسامة، الولد رايد البنت. ماشي يا سيدي، انت جيت في جمل. ثالثا مصاريف الفرح من ملبس وجاتوهات من افخر الانواع وكروت موبايل للمعازيم وتاكسيات توصل المعازيم بعد الفرح لحد بيتها، كل ده عليك انت. ايه ده وكمان كروت موبايل للمعازيم؟ لا ده كتير قوي. انا مش قلت لك انت مش ناوي على خير يا قطران افند انت؟ يا ولد يا زجرجينة بتعمل ايه جوه؟ خلاص يا حاج أسامة نقرا الفتح. ما جاش اوانها. اهم شرط لو حصل معجزه من المولى عز وجل وخلفوا اولاد، الولد يتكتب باسمي والبنت باسم جدي. لكن يا باشا ما لكنش ولا حاجه. افهم من كده؟ ايوه. اذا فليكن.